أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز الدعاء بهذا الدعاء: اللهم إن كنت كتبتني شقيا أمحها واكتبني سعيدا؟ لا أعلم لهذا أصلا، لكن يسأل الله الهداية والسعادة بدون أن يقول إن كنت كتبتني، هذا لا داعي له. فعليه أنه يدعو الله بالهداية، ويدعو الله بالتوفيق، ويدعو الله بالسعادة، ويسأل الله الجنة ويعوذ به من النار، بدون أن يقول إن كنت كتبتني كذا وكذا. نعم.